بالسلامة إلى القاهرة إلى فندق الإقامة. كابتن هاني رمزي اتكلم عن تجربة غينيا وقال إن هي تجربة مهمة لاستكمال أهداف المنتخب في أمم إفريقيا. أيضا واحد من النجوم الكبار الكابتن شطة، كابتن عبد المنعم شطة هيبقى رئيس اللجنة الفنية لاختيار الأفضل في أمم أفريقيا 2019. الكابتن شطة واحد من أهم اللاعبين اللي كانوا طبعا موجودين في النادي الأهلي لفترات طويلة، وكابتن شطة تقلد مناصب كثيرة في الاتحاد الإفريقي ومؤخرا أصبح رئيسا للجنة الفنية لاختيار الأفضل، يعني أفضل لاعب، أفضل حارس، أفضل تشكيل اللي هيختار أو رئيس اللجنة اللي هتختار هؤلاء الأفضل هيبقى الكابتن شطة. كل التوفيق لكابتننا الكبير كابتن شطة في هذه المهمة. هي مهمة صعبة الحقيقة أن أنت تختار الأفضل من مجموعة الأسماء اللي موجودة، الحقيقة هتبقى مهمة صعبة جدا، ولكن الكابتن شطة الحقيقة عودنا دايما أن هو بيشوف شغله بمنتهى الاجتهاد وبمنتهى الجد، وبيحاول دايما يصل للأفضل لأنه فعلا الأفضل. دايما يتقال لنا أن في حسابات معينة في الكلام ده، لكن لا، مع كابتن شطة أعتقد الأمور هتبقى مختلفة تماما، لأنه زي ما قلت لحضراتكم تقلد مناصب كثيرة جدا ونجح فيها في الاتحاد. كل المناصب اللي تقلدها في الاتحاد الأفريقي نجح فيها وأصبح الآن على رأس اللجنة الفنية لاختيار الأفضل. خلينا نروح لكابتن شطة نهنيه طبعا على هذا المنصب الجديد. أيضا نسأله عن كل الأمور بقى. كابتن شطة زي حضرتك ويعني بهنيك الحقيقة على رئاسة اللجنة الفنية لاختيار الأفضل في أمم أفريقيا 2019. ليك يا كابتن اسلام، والله ده شرف لينا طبعا كلنا، النادي الاهلي وللاهلاويه وليا ولمصر، ان واحد حقيقه يعني كان مدير فني الاتحاد الافريقي فتره طويله، انه استعينوا به في هذه الامور. وطبعا انت عارف البطوله دي كبيره قوي، اصلا زمان كانت 32 مباراه، دلوقتي 52 مباراه، فمحتاجه لمجهود كبير جدا. فحقيقه لسه كنت بقول حالا الموضوع ده، ان انت المجهود هيبقى مضاعف في هذه البطوله. بالتاكيد بالتاكيد. وبعدين على حسب علمي كمان دلوقتي احنا طلبنا من الاتحاد الافريقي ان كل ملعب بدل ما يكون في واحد من التي اس جي او التكنيكال ستادي جروب يكونوا اثنين، عشان برضو المباريات كل واحد ياخد فرقه ويحللها صح، يبقى في مجهود اكبر ويعني شرح للبطوله فنيا ومتابعه اللاعبين في الملعب، عشان لما تدي قرارات ما يبقاش واحد بس هو اللي موجود. افرض اي حاجه حصلت ممكن تحصل اي حاجات معينه في الملعب اثناء المباراه، لازم اثنين عينين يكونوا موجودين. نعم. بالتالي الحقيقه تم اختيار 12 واحد موجودين بجانب ثلاثة خبراء وأنا منهم موجودين، عشان يتابعوا البطولة كاملة ويطلعوا تقرير فني ليها إن شاء الله بعد البطولة، يساعد كل الاتحادات وكل المدربين أن ياخذوا فكرة عن المباريات وعن أسلوب اللعب والحاجات اللي هي يعني حضرتك كمان هتختار، يعني اللجنة دي هتختار الأفضل من مثلا اللاعبين، من حراس المرمى، من كذا ومن كذا، وأيضا هتدي تقارير لكل الاتحادات المحلية لكل منتخب يعني. بالتاكيد انت عارف دايما البطولات دي ليه اللجنه الفنيه بتعمل ايه؟ بتحلل المباريات وتشوف الاسلوب اللعب الجديد وتشوف الترندز الجديده، ايه اللي بيظهر في كره القدم الحديثه، محتاجين المدربين ايه يدوا للعيبه مستقبلا، التدريبات تبقى شكلها ايه؟ لان الحقيقه البطولات كلها بتطلع بتفرز ترندز جديده، حاجات جديده بتشوفها، يعني مثلا الهدف اللي حرزه النهارده مرام محسن هدف حقيقه يعني لازم ندرسه للمدربين، لان دي حاله من الحالات اللي بتعتبر نيو ترند، اللعبه من لمسه واحده مع تسديد من لمسه واحده مع اختراق من العمق بشكل معين، دي كلها حالات بتدرس بناخدها احنا بنحللها كخبراء فنيين عشان تطلع منها حاجه للتدريب للمدربين للاعبين مستقبلا للناشئين للشباب، تبقى حاجات جديده تدرس حقيقه. الجول اللي جابه محمد صلاح النهارده الحقيقه برضو يعني محتاج برضو اللعب في الماكينه الضيقه، كيفيه انك تسيطر على نفسك، كيفيه يعني هو كان هيجيب جون يا كابتن شطه اللي هو بتاع اللي جاء واحمد علي كمله يعني. يعني هو تقريبا احنا بنعتبر هو اللي عمله يعني. اللعيب الاسيست نفسه اللي بيتعمل بالشكل ده بنحلله برضو، عشان لما نيجي نقول ازاي هو اثر تاثير مباشر في الفرقه، ازاي خلى المنتخب شكله افضل نتيجه برضو مهاره فرديه، الحاجات دي كلها لازم تقولها للعيبه وتقولها للمدربين، عشان برضو المجهود الفردي، المهاره الخاصه، استغلال الحاجات دي كلها، دي برضه حاجات بتبقى مهمه جدا لينا كمدربين طبعا نعرفها، وبالتالي اللجنه الفنيه بتطلع الحاجات دي كلها ان شاء الله وتحللها وتعملها على DVD وتنشرها في المواقع
تبعتها للاتحادات كلها. كابتن شطة، تتوقع نجاح هذه البطولة؟ طبعا نجاح البطولة دي اهتمام الدولة بيها اهم حاجة. يعني البطولات اللي هي الكبيرة اللي زي دي لما تلاقي بقى الدولة بتهتم بيها هتفرز طبعا مباريات قوية، هتفرز ملاعب جيدة، هتفرز جماهير بتحضر، هتخلي بقى البطولة شكلها كويس. لكن لما مثلا تروح بطولة مثلا ما تلاقيش فنادق، ما تلاقيش ملاعب، زي ما حصل قبل كده في بطولات كثيرة جدا منها بتاعت بوركينا فاسو. لما انا بسمع وكان وقتها كان بيحكي وقتها الحقيقة كابتن فتحي مبروك كان بيقول لك والله راحوا ما لوش فنادق، ما لوش حتة يقعدوا فيها، وقعدوا مع بعض 4 ولا 5. الحاجات دي بتوري انه البطوله لما تهتم بيها بتديك بقى ريفليكشن على ان البطوله دي هتبقى بطوله قويه جدا، ونحن متوقعين انها تكون قويه وبعدين فيها منافسات. يعني غينيا النهارده ما كانتش وحشه، تلعب كوره كويسه، كانت بتستعد تستلم، كل الحاجات دي يا كابتن اسلام مهمه جدا انك انت يعني انت تعرف الفرقه اللي جايه، برضه فرقه قويه. نعم. طيب كابتن شطه، اللجنه الفنيه هل هناك اسماء مصريه في اللجنه الفنيه؟ لا، اللجنه الفنيه ما فيهاش اسماء مصريه، لان الحقيقه كان المفروض حازم امام كعضو لجنه فنيه يبقى موجود، بس هو طبعا اكيد ما اعرفش اسمه مش موجود، اكيد كان مرتبط بحاجه معينه خليته ما يكونش موجود، لانه كابتن حازم امام عضو لجنه فنيه في الاتحاد الافريقي، واللجنه الفنيه كلها تقريبا اغلبها موجود، لكن ما فيش اعضاء لجان فنيه في الاتحاد في البطوله دي من مصر. من مصر كنت اتمنى ان يكون واحد موجود من مصر، ليه؟ عشان يعني حقيقه مش عايز اقول لك، كنت اتمنى محمود سعد يبقى موجود. محمود سعد طبعا قيمه كبيره طبعا. لا غير كده، ده مدير الفني بتاع الاتحاد المصري لكره القدم. نعم، وبالتالي كان من المفترض ان هو يبقى موجود. كان لازم حقيقه برضه، يعني بترشيح بسيط كان ممكن يكون موجود، لانه هو مش عضو لجنه، ولكن يعني مدير فني الاتحاد المصري لكره القدم في بطوله بتقام على ارضها كان يجب ان يكون موجود، ولكن يعني اتمنى انه حتى يبقى موجود حتى في الاجتماعات وكده. فدي مهمه جدا، يعني تبقى في لجنه فنيه يا كابتن اسلام من الاتحاد المصري لكره القدم تحلل المباريات وتطلع كتيب مستقبلا في بطوله اتعملت على ارضها. مظبوط، لانها في النهايه ممكن نشوف حاجات جديده من خلال هذه البطوله طبعا. بالتاكيد، لان انت لما تعمل حقيقه في المغرب، في البطولات اللي اتعملت في المغرب قبل كده كانت بتتشكل لجان فنيه تروح تحلل المباريات للاتحادات المحليه. الاتحاد الافريقي ده بيحلل جلوبالي، حاجه كده للناس كلها، لكن انت تحلل حاجه لاتحادك المحلي، تطلع كتيب بيسموه البطوله الافريقيه التي اقامت في مصر كذا، الاتحاد المصري لكره القدم تاخد التايتل بتاع الاتحاد المصري لكره القدم، زي ما اتعملت قبل كده في تونس، عملنا بطوله 2004، وعملنا بعد كده في ساوث افريكا. يعني حاجات كده يعني بتبقى مهمه، لكن اتمنى انه يعني مستقبلا الامور دي تبقى مهمه جدا بالنسبه للاتحادات. يعني هو اقتراح رائع كابتن شطه، ويعني اكيد هيوصل للاتحاد المصري، نتمنى ان هو يتم تنفيذه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن عبد المنعم حسين شطه، عضو اللجنه الفنيه بالكاف، واحد او رئيس